الله عنك يا شيخ، ظهر الآن يعني في بعض التسجيلات الإسلامية رسوم متحركة يقولون أنها إسلامية، يعني ظهر منها مثلا الفتحة القسطنطينية أو رحلة السلام أو رحلة السلام، وأخيرا ظهر غلام نجران، يعني رسوم ترسم باليد ولكنها متحركة. وش غلام نجران؟ هذه صورة البروج أو الحديث اللي صحيح مسلم. يعني رسوم متحركة اسمها هذه بديلا عن الرسوم المتحركة يعني الفاسدة. ما أدري وش الحكم في ذلك يا شيخ. والله أنا أرى أنها إن شاء الله ما فيها بأس، لأنها الواقع أن كما تفضلت أنها تحمي الصبيان عن الأشياء المحرمة، فأقل ما فيها يعني إذا كان ولا بد أن نقول بالتشديد فيها أنها أسهل من الرسوم الأخرى التي يسمونها أفلام الكرتون، لأن يعني ذيك كما سمعنا فيها تشكيك في العقيدة وتمثيل والعياذ بالله للرب عز وجل عند انزال المطر وما اشبه ذلك. فعلى كل حال انا لا ارى فيها بأس. اي نعم، لان الكلام على اللي رسمها هو الذي ان كان هناك مثلا شيء من الاثم فعليه هو، ما نحن نشاهد شيئا مكتوبا منتهيا. ثم ان الظاهر انها ما هي ترسم على صفه انسان، ها؟ لا لا، عايز الإنسان زان عادي ولحى وعمائم، يبقى على النظر لا ينسبون إلى أحد من قواد هذه الفتوحات ما لم يقله، هذه المشكلة. فأرى أنه إذا كانت ليس فيها إلا الخير ما فيها شيء إن شاء الله. لا، إذا كانت مصحوبة بالموسيقى ما يجوز، هذا لا يجوز، لأنها الموسيقى من المعازف المحرمة. نعم.